احنا طبعا شايفين انه الجو اتغير شوية، يعني امبارح كان حر جدا اول ايام رمضان، وكانت درجة الحرارة جامدة جدا، لكن النهاردة واحنا نازلين لقيناها مختلفة. خبراء هيئة الأرصاد الجوية بيتوقعوا ان هيسود البلاد اليوم، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، وحار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل على كافة الأنحاء. تعالوا نشوف درجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات الجمهورية. القاهرة العظمى 31، الصغرى 17، زي ما انتم شايفين قلت شويه عن امبارح. الاسكندريه 27 17، الاسماعيليه 31 16، الدقهليه 31 17، اما الغردقه ف 35 20، والمنيا 37 18. طبعا مقارنه بالامس النهارده درجات الحراره اخف بكتير، لانها امبارح تقريبا وصلت ل 36 العظمى. طيب بالنسبة لبعض العواصم العربية والعالمية، تعالوا نشوف درجة الحرارة في الرياض 37 21، أبو ظبي 29 21، أنقرة 19 6، لندن 11 5، واشنطن 16 2، وبكين 22 5.